مرحبا أصدقائي، شلونكم؟ شو أخباركم؟ ماكو مشكلة هواي ناس يعانون منها، وهي الريس باسورد أو رابط تغيير كلمة المرور ما قاعد يوصل إلى الإيميل حتى تغير كلمة المرور مع الحساب مالتك الانستغرام. طبعا أنا كنت أعاني من هاي المشكلة، ولكن لقيت لها حل وجبت لكم أداة تقدرون ترسلون الرابط مال تغيير كلمة المرور إلى البريد بخطوات كلش بسيطة. طبعا الأداة أنا شارح عنها ولكن ما قاعد تشتغل، لقيت الحل مالته. أتمنى تدعمونا بلايك واشتراك بالقناة وتابعوا الفيديو. أصدقائي، هسه راح نحاول نرسل الريس باسورد إلى هذا الحساب. راح نحط اليوزر وبعدها ندوس إرسال، راح تطلع لك هذه المشكلة. زين، شلون راح نرسل الريس باسورد؟ تابعوا ويانا الفيديو للنهاية. طبعا راح تنزل هذا التطبيق مع الريس باسورد، أنا شارح عنه قبل، وطبعا لازم تحمل هذا VPN. هذا VPN معدل، طبعا هو مجاني، موجود بقناتي على التليجرام وموجود بالموقع مالتي، الرابط مالته اسفل هذا الفيديو. بالبداية احنا راح نروح نفتح VPN. VPN راح نفتحه على دولة معينة، مثلا الامريكا او كندا. راح نضغط على التطبيق ومن ثم راح ندوس اتصال حتى نغير نقطة الاتصال مالتنا مال الانترنت، نحولها على دولة ثانية. مثل ما تشوفون هنا اني كنقت على امريكا، وبعدها راح ندخل ننتظر التطبيق على ما يشتغل VPN مالته. اعتقد هو بعد اشتغل. هاي هسه راح ننتقل الى التطبيق مالتنا اللي هو هاي الاداة مال ارسال الريس باسورد. راح نضغط هنا وبعدها نجي على هذا الخيار ومن ثم فورجيت، وراح نحط هنا نختار البريد الالكتروني، وراح نحط اليوزر مالت الحساب اللي نريد نرسل له الريس باسورد، وبعدها راح نضغط على هذه علامة الصح اللي صايرة بالزاوية. نضغط عليها ومن ثم نشوف شو راح يطلع عندنا. حتى اكون صادق وياكم راح اشوفكم الريس بعيونكم. نضغط هنا ننتظر بين ما يجينا جواب من عندهم شو راح يرسلونا الريس او لا. طبعا هنا اجاني الرفض. ليش اجاك الرفض؟ طبعا حبيبي، كل اللي عليك انت راح تفتح VPN. بعد ما فتحت VPN مالتك راح تنتقل الى التطبيق هذا مال الريس باسورد. انا هنا هسه فتحت VPN مالتي، وهسه راح انتقل الى التطبيق حتى امسح البيانات مالت التطبيق مال الريس باسورد. طبعا خلي ادخل التطبيق هنا، هذا هو الملف مال الريس باسورد. اضغط هنا وبعدها تعال على الذاكرة اللي هو هذا، وامسح البيانات مالت الريس، هذا الملف نمسح البيانات وتخلي VPN شغال يمك، وبعدها راح تنتقل الى هذا الملف ومن ثم راح توافق على السياسة، وبعدها راح تسوي نفس الخطوات اللي سويناها بالبداية فورجيت، ومن ثم تختار البريد الالكتروني وتحط اليوزر مالت الحساب اللي تريد ترسل له الريس. راح ندوس هنا صح ونشوف ايش راح يطلع عندنا. مثل ما تشوفون حبايبي هنا نشحت الطريقة ويانا بعد ما مسحنا البيانات مالت الأداة هاي. بعدها راح ننتقل إلى البريد الإلكتروني حتى تشوفون بعيونكم وأكون صادق وياكم والطريقة تشتغل وياكم 100%. مثل ما تشوفون حبايبي، بس لاحظ لي على الساعة 45 دقيقة، يعني الساعة 12:45 دقيقة، نفس الساعة نفس الدقيقة وصلني الريس الباسورد هذا بكل سهولة، لا حظر ولا هم يحزنون. راح تضغط على هذا هذه الرسالة وبعدها على هذا الرابط، وراح تنتقل وتغير الباسورد مالت الحساب مالتك. راح تخلي فوق الباسورد مالتك جديد، والخانة الثانية ايضا نفس الباسورد راح تكررها. لان انتي شرح مالتنا، اتمنى يكون عجبكم الفيديو، لا تنسون اللايك والاشتراك.